يا بيت، أنا شغال على طلب التقديم للكلية وهم محتاجين إني أكلمهم عن نفسي. كأنك بتسوق لنفسك، ودي حاجة أسوأ. عندك نصيحة ليا؟ بص، اعمل زي أهلاً، أنا بيتر باركر، عندي 25 سنة ومعايا بكالوريوس في الفيزياء الحيوية، وبحب أعظم بنت في الكون كله. متواضع قوي. واللي هي أحسن صحفية في المدينة. أكيد، عاش إم جي. بحاول أبقى زي ما أعظم ست في الكون علمتني وما خيبش ظنها، عمتي ماي. يا سلام على التواضع. تاني، ومن فترة كده اتعضيت من عنكبوت مشاعة وبقى عندي قوة خارقة. ما ينفعش أكتب ده في مقالي، أنا ببعت الكلام ده وأنا مش فاضي أصلاً. استخدمت قوتي عشان أساعد المدينة وواجه الأشرار المؤذيين، زي المرشد بتاعي دكتور أوتو أوكتيفيوس. معمله اتقفل على إيد زميله القديم نورمان أوسبورن، وأوتو انتقم بأنه ضرب سلاح بيولوجي، وفي الآخر أنا قدرت أوقف أوتو. بس التمن كان غالي. عظمة على عظمة. بس أنا مش بيتر باركر. بالظبط، أنت مايلز موراليس، عندك 17 سنة وطالب في أكاديمية بروكلين فيجنز. وإيه تاني؟ بيتهيألي أنا أوقات بساعد في الأمور اللي تخص شغل ماما في هارلم، وهي عضو مجلس المدينة ريو موراليس، وفي بنت أنا معجب جداً بحماسها وملهمها وشايفها من أفضل الفنانين في المدينة، وكمان أنا اتعضيت من عنكبوت مشع وبقى عندي قوة خارقة، وسبايدر مان الأصلي علمنا بقى سبايدر مان، بس اتعلمت إن أكون بطل من بابا. بابا اتقتل على إيد مارتن لي في تفجير مبنى البلدية، وكل أعمال الخير اللي بعملها بفضل تربية بابا ليا. الموضوع صعب، حتى مع القوة الخارقة أحياناً مش بنقدر ننقذ الناس اللي بنحبهم مهما حاولنا. البطل هو شخص مش بيستسلم، وأنا مش هستسلم. أنا مش عارف، ما بتكلمش عن نفسي غير لما أجيب سيرة سبايدر مان. أكيد تقدر، ولازم تقدر. حاول أحسن في حاجة. جاهزين؟ انت تمام؟ عايز وعد منك. طبعا، لو العلاج فشل اقتلني. هينجح. انا مفيش قدامي وقت كبير، عايز فرصة اودع فيها. أنا مش هينفع أخسرك. أنا عمري أبداً ما هتخلى عنك. الجرس ده مش للزينة، اقعدوا في أماكنكم. أنا وصلت. صباح الخير، عندنا مدرس جديد هينضم لينا النهاردة. أهلاً، أنا اسمي بيتر، مستر باركر، وكلنا محظوظين النهاردة عشان دي حصة فيزياء، والفيزياء عظيمة.
محدش سأل إزاي بعض الحشرات والطيور والزواحف بتقدر تجري على البركة؟ الإجابة التوتر السطحي. الحمام؟ تمام. التوتر السطحي بيعتمد على التماسك، وفي شكل معادلة التوتر السطحي جاما ممكن نحسبه بالقوة المبذولة بالتوازي مع السطح السائل. قاف مقسومة على الطول طه من الخط اللي بتأثر عليه القوة. في حد؟ أنا محتاج مساعدتك. سيد موراليس، مش كده؟ متأكد إن دي حاجة مش هتقدر تعملها؟ متأكد. تمام يا جماعة، اقروا الفصل الرابع أو الخامس أو أي حاجة. مايلز محتاج للوظيفة دي، لو المديرة رجعت ولقيتني مش موجود أنا كده هترفد. عارف، بس لازم تشوف ده. ماركو، اشمعنى النهاردة؟ أنا أكيد هترفد. المديرة إيفنز متغاظة مني علشان اتأخرت الصبح. صاحبي، أنا قلتلك ما تتأخرش. مش مشكلة، هنرجع بسرعة جدا. كويس، عندي مراجعة لطلب الكلية مع مستشار المدرسة. خلصت مقالتك؟ لسه ما بدأتش. طيب يلا نوصل المدينة ونخلص موضوع ماركو بسرعة. اهلا ام جي. يا شباب، يا ريت تحاولوا تنجزوا اسرع شوية. بتحرك في بروكلين، جيمسون خلاكي في الحدث عشان البيوجلز؟ مش قادر اصدق ان تريبل جاي مديرك الجديد. عجبني النظام الجديد ده قوي. هتقدري تقنعيه بنفسك على طول. ها، ايه بقى مشكلة ماركو؟ بقالنا سنين ما تواجهناش. حسب كلام الشهود هو كان بيجري في برودواي وبيهرتل بالكلام. بيقولوا انه كان متعصب وقلقان وموهوم تقريبا انفجر. يا خبر، يا ريت نعرف نهديه. شفت الناس بيحصل لها اللي حصل له ده. خدوا بالك. كويس ان في 2 سبايدر مان دلوقتي. بالتوفيق. شكرا ام جي. جايز نحتاج التقنيه اللي شغالين عليها. مستحيل، ما اختبرناهاش، مجرد نماذج اوليه. بس انت جبتها صح؟ لا تعليق. هي دي فكرتك؟ ما قلتش انها فكرة كويسة. المفروض ان
ده كان يوم عادي، اشرح الفيزياء واتكلم في مواضيع غريبة في استراحة المدرسين. كل حاجة هتبقى تمام. سبايدر مان، لازم توقع على استلام الطلبية دي عشان جاية بسرعة. أنا هنا. مسكته. نوسخ ماركو؟ يا ريتني كنت أعرف أعمل كده. نزلت عم التايخ ده، بس مش قبل ما يرجع على بدلتي. ده مش لوحده. ساند مان رمى شوية أصحاب جداد. إيه ده؟ يقدر يعمل كده؟ شكلي كده، محتاجك دلوقتي. مستر باركر؟ أنا آسف، مين معايا؟ المديرة إيفن. طبعاً، المديرة. كل الطلبة مشوا، تابوا أدخلهم خلاص. أنت فين؟ مستر باركر! أنا بس! حاجة في عربيتي! هو إيه ده؟ ولا حاجة! نجحنا؟ أنا لازم إني أرجع بسرعة دلوقتي. ارجع هنا حالاً واشرف على الطلاب، وإلا شكل الموضوع ما يطمنش. قرب توصل، أنت كويس؟ مايلز، المديرة إيفنز اتصلت. إيه ده؟ هو أنا هتطرد؟ هي أنت بس غبت عن الدرس، لكن أنا سبت الطلاب وفي حالة طوارئ عامة في المدينة. رحت في داهية. سنتمان، طول عمري بكره الاسم ده. عارف إنك متضايق مني. الموضوع ما يخصكش أنت. سيبني في حالي. أنا عايز أساعدك. ده السنت هتتقل من أول. شبك وانا معايا شرار. احاول اخلي المايه شغاله دلوقتي. الكهرب، دي الفرصه. في حد طلب شويه مايه؟ انفجار. سبايدر مان حاضر. لا 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 لا. أنا بحاول. أنا افتكرتك موت. مش هتخلص مني بسهولة. دور جانكي ورينا مهاراته. جانكي سمعني؟ صاحبي حاجة تجنن. أيوة أنا عارف. اسمعني، محتاجين مصدر مياه كبير جنب وول ستريت. خليني أراجع الشبكة. خد بالك من نفسك. وأنت كمان يا مستر بارك. ايه؟ عارف؟ جانكي عارف كل حاجة، واحنا اتصرفنا بطريقة غريبة في الفصل قبل كده. ما كانش ينفع درس المدرسة للموهوبين. قول له أخبار الطقس يا سبايدر مان. 100% المطر هيوصل. وصلنا للمكان اللي عايزينه.
شباب، خزان المية اللي فوق مبنى ماديسون هو الحل. في حوالي 30,000 لتر مية. تمام، شكرا يا جانجي. كان لازم تفضلوا بعيد عنك. فاكر وصلنا للمكان اللي عايزينه؟ تعترف اني ممكن اكون الضلع؟ وحجمه كمان بيزيد. انت صلوا قربنا جدا. كزين المية. سبايدر مان، نفسي أعيش حياة طبيعية زي كل الناس. مش بالطريقة دي يا ماركو. لحد زيي موتة مش طريقة تانية. الموضوع فلت مننا. بيت، ايه اللي حصل؟ انا وصلت بره، كمل طلوع بس وهنتقابل على السطح. فرصتنا الوحيده في خزان المايه ده. انت فين يا بيت؟ ارجع. خليك جوه. شكله مشغول. اليوم هيصور لو ما وصلناش لخزان المية. كمل حركة يا مايلز. أنا مش في حياة طبيعية. لسه قدامك فرصة حياة. يا خبر. ما يبنيش قلاع رمل بدل الجنان ده. ماما، كل حاجة تمام؟ أنا مع بيت. عارفة، أنت على كل قرار. هروح وسط المدينة أساعد في تأمين المواد والإمدادات. جانكي بيغطي غيابك في المدرسة؟ أيوة، بس أنا عندي اجتماع مع مستشار المدرسة، والمديرة فاكرة أني... اسمع، أنا ممكن أتكلم مع المديرة، بس نيويورك محتاجة ليك دلوقتي. أحسن أم في الدنيا. أرجوك خلي بالك من نفسك. بحبك يا بنتي. زي ما بتقول ماما، ما ينفعش أخذل نيويورك. عن الصراع ده فقط. هدخل ساعتها اي كلية او سبايدر مان. خلاص فكر بعدين يا مايلز. ركز. Let's go.
احنا نجحنا. لا بيت طلع اللعب الجديده. اخر تحديث للبدله ما كانش مستقر، بس يلا نجرب ونشوف. أجنحة الشبكة دي بتطير. لسه ما خلصناش منه. ماركو على شط رصيف 4. هيعمل ايه لو وصل لكمية الرمل دي؟ ده شكله وصل لها. انا هبقى محتاجك يا مايل. ماشي انا شايفه دلوقتي، انا وراك. مايل مايل اللي وردت نفسي فيه ده بس. لازم تهدى شوية يا ماركو، في أرواح بريئة في خطر. أنت خايف عليهم مش عليا. ما سمعوش كلام ماركو، بس مش هيتجاهلوا زي ما أنت. عندك أفكار؟ أيوة، الفصل رجع تاني. الفصل، عاصفة ماركو بتولد كهرباء كتيرة جداً. إيه اللي هيحصل لتوتر الرمل السطحي لو أنت علقت الفل؟ امتياز، اسحب طاقة كافية وانا هنشن عليه حالا. انت عاوزنا نتعرض لتعقيد البرد؟ تقدر تتحملها؟ طريقة واحدة عشان نعرفه. زي ما قلت لازم نخرج شوية لعب. نحمي المدينة دي. الرمل موجود في كل حتة. ماركو كله هيبقى تمام. أنا مش تمام من فترة طويلة. لو محتاج مساعدة كل اللي عليك تطلب.
انتوا اللي هتحتاجوا مساعدة لما يجولكم. يقولنا بطيء قوي لما عجزت يا سيرجي. بس انت مش هتلحق تعجز. انا ماشي وراك بقالي كتير وانت ولا حاسس. انت فاشل. أنا طلبت خصم ليا وهو ده اللي لقيتوه. يا زعيم، إحنا ممكن نجرب منطقة جديدة؟ ولعوا النار. يلا الصيد الكبير بدأ. التطبيق عطلان. بيت شايف ده؟